طلب أصحاب عقود ما قبل التشغيل تابعين لصيغة المؤسسات العمومية الاقتصادية بإدماجهم وإيجاد حل لهم كغيرهم من الذين استفادوا من العملية. المستفيدون من العقود طالبوا الوالي بالتدخل وإنهاء معاناتهم التي استمرت لسنوات. التغطية لعبد الرزاق نزار. رانا نعانيو من تعسف نتاع القرارات اللي نورمالمون كان عندنا قانون باش يحمينا، ولا القانون موش مطبق بحذافيره. احنا سما 244 على المستوى القطاع الاقتصادي، كان 244 اليمون، ليومنا هذا مازال ما كانش حتى جديد. 13 واحد في الاداره تاعنا في الوكاله العقاريه، ورام يقولوا باللي كاين تحفظ على هذه القائمه، وحنا مازال ما شفنا والو. كل خطره والوالي قال انا اتخذت قرار تحفظ. كاين في الوظيفه العمومي الناس نورمالمون راه موظفين في مناصب عمل دائمه، وحنا راح يفرضوا علينا السيتيه باي كيما نقولوا باي منطلق، راح نطبقوا علينا السيتيه هذه. نهايه تطبيق المسار التنفيذي 336/19 الذي ينص بكل وضوح على تطبيق القانون من حيث ادماج هذه الفئه. نحن حاليا 4 سنوات ونحن في الانتظار تطبيقه لكن لا جدوى. مدير التشغيل ولاية أم البواقي وضح لتلفزيون النهار حول وضعية أصحاب العقود التابعين للمؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تعاني بعضها أزمات مالية بسبب الديون وكذا عملية الإدماج. المادة 10 من المرسوم التنفيذي الخاص بالإدماج أنه يقول باللي الإدماج في المؤسسات الاقتصادية العمومية تخضع للتنظيم الداخلي لكل مؤسسة، يعني حسب الاتفاقيات الجامعية التي تنجزها كل مؤسسة مع العمال تاعها، وحسب الإمكانيات المالية لكل مؤسسة. الحمد لله بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية قامت بتحويل بعض العقود إلى عقود عمل مدعمة، هو عقد إدماج يعتبر عقد إدماج، وحسب الإمكانيات المالية لكل مؤسسة. الباقي إن شاء الله سيكون حل إن شاء الله، سواء بتحويلهم جميعا إلى قطاع إلى هذه العقود، عقود العمل المدعمة الستية، أو سيتم، المهم سيكون حل إن شاء الله في المستقبل القريب.